السلام عليكم، كنشكر ريسلان نيوز على هاد البادرة اللي بغات تضامن معنا وتوقف معنا على هاد المطالب ديالنا اللي مازال ما بغات تحقق عند الساكنة، والمطالب مشروعة وباينة. المطالب ديالنا بغينا هاد الواد الحار يسرعوا لنا الخدمة ديالو، راه مأطر على الساكنة، إنه قريب للساكنة، ما كيبعدش شي مسافة كبيرة على الساكنة. بالنسبه للماء راكم تشوفوا، يعني الماء راه كاع الناس كتعاني منه، راه اي واحد غادي تهضر معاه هنا في هذه السكينه مع هاد الدوار غادي يقول لك عندنا مشكل ديال الماء، ما رانيش قاد نشرب الماء، مانيش قاد نشرب الماء. ثالث حاجه نقدر نهضر عليها، راك تشوف دوك راكم تصوروا عندنا الظلمه، الضوء ما كاينش، الاناره كاين غير في بعض الازقه وغير لامبولات، غير حاجه، يعني بغينا الإنارة تعمم على الدوار كامل، يعني ماشي تشمل غير واحد الزناقي. بالنسبة للشباب، الشباب راه كيطالب مركب سيسيو رياضي، الشباب كيهودوا حتى المناطق المجاورة كيلعبوا كرة القدم. كاين عاود مشكل ديال دار الشباب، حنايا مداغ والحرشة ما عرفتش شحال عندها سنة من التأسيس ديالها، مازال ما قدروش يديروا دار الشباب فيها. حنا بغينا هاد الشباب يلقى فين يلعب، فين يفرغ الرغبات ديالو، ماشي الشباب يبقى يتعاطى غير المخدرات ويتعاطى الحوايج اللي ماشي زينين. شوفوا انا بنت هاد الساكنه هادي اللي كتعاني بزاف نتاع المشاكل، اللي منها كاين واد الحار في هاد الواد هذا اللي شتوه دابا، ومنها كاين عاوده كاين الماء الغير صالح للشرب، كيعطيونا ماء اللي ماشي ما خصناش نشربوه اصلا، داير موسخ بهذا المعنى، موسخ فيه الحجر، فيه ما عرفتش باش مخلطينه، مصالح حتى للدوش، ما صالحش بزاف ديال الحوايج، يعني منها باش كيمرض بنادم، منها باش كيمرض. حنا كنطالبوا انهم يبدلوا لنا هذا الماء ويعطيوا لنا هذا واد الحار هذا اللي هنايا، ويديروا لنا وسائل التنقل، بنادم باش يتنقل غير من هنا مثلا البركان ولا ماذا خصو يتمشى عاد 5 دقائق ولا 10 دقائق عاد باش يوصل الطوبيس، ولا ما عندناش الوسائل التنقل هنايا، ما كانش الطوبيس، على الاقل يديروا لنا غير طوبيس واحد صغير يدخل، كاين فوق الحق ما كيدخلش، ولكن على الاقل يدخل طوبيس صغير هنا لهذا الاخر، لهذا الحي اللي حنا ساكنين فيه. كاين عاود لكن وسائل التنقل نتاع اللي كيقراو في فصل الشتاء، كيعانوا بزاف الطلبه اللي بعاد اللي كيقراو في الاعدادي في الثانوي، كيعانوا بزاف 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 في فصل الشتاء، على الاقل يديروا الطوبيس واحد يتنقلوا فيه، ولا يعطيو لهم لي بيسيكليت، كاينين لي بيسيكليت ولكن ما كيعطيو لهمش، ما عرفت انا بذاتي شفت لي بيسيكليت اللي كاينين في الثانويه نتاع الكندي، ولكن ما كيعطيوهمش، ما عرفتش علاش مبلعين عليهم في واحد البيت، ما عرفتش علاش ما يعطيوش الساكنه اللي بعاد يعطيو لهم يستافدوا بهم، علاش يعني ما عليكم عندنا لا مشاكل هنايا. اول حاجه بدات تشغل بلا بروبون، لان اكبر قطب فلاح في المنطقه ولا بلاد مهمشين بهذا الشيء، ما تو هنا كيخدم كنمشيو كيردونا كنفهم تصاور فوتو كوبي قلت واش السيفي والو كاع، كاين طلبه كاين مجازين كاين صحاب دكتوره ما كانش كاع كلشي سامحين، كاين واش خدمونا كان تاميش عاوتاني هنا في المنطقه ديالنا بالدور بعد حيس ماذا مهمش واحد الدرجه كبيره كاع، المشاكل كلشي كاين بها الساكن، عندك الواد الحار عندك المصالح الشرطه كاين سلاح حيس سلام مدينه بركان قرب ماذا عندنا شله مشاكل كتخبط فيهم هاد الساكنه في السلام، من بينها المياه الصرف الصحي اللي تمت العمليه ديالو اللي خرجت الميزانيه ديالو وما كملوهاش على اكملوهاش، كاين عندنا مشاكل اخرى، المياه الصالح للشرب اللي غيروه لنا داوه للخلص السعيديه وخلاو لنا عطاونا واحد الماء اللي الطعم ديالو ما تماش، هو واحد عندنا واحد الضحيه اللي عنده 22 سنه والماء عنده 22 سنه بسبب ذاك الماء يعني دار له الكلاوي، وعندنا مشكل اخر نتاع الاراضي السلاليه اللي النساء دايرين هنا كيقول لك النساء ما كيسالوش، يقول لك النساء ما يسالوش غير الراجل اللي كيسال، هو قانون كيقول لك النساء كيسالوا ولكن هو ما بغوش يفعلوا، علاش ما بغوش يفعلوا؟ ما عرفناش واش رانا ما عرفناش هاد المسؤولين علاش ما بغوش يفعلوا. وكنتو نعم سيدي الى هذا تشوف لنا هذا الشيء هذا، الله يجزيكم بالخير، الله يرحم بها الوالدين، حنا كمواطنين شوفوا هاد الاطفال هادو هما كيقول لك كيحاربوا كورونا، شوفوا هاد الواد هذا واش 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 هاد الشيء حق ولا ظلم؟ الله يجزيكم بخير الاخوان ديالنا، الله يجزيكم بخير، خصنا هاد الشيء هذا يشوفوا لنا شي حل هاد الواد الحر هذا، الله
يجازيكم بخير وهاد الطرق.